السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، معكم أحمد قطب من أكاديمية المهندس. الحلقة دي إن شاء الله استكمالا للدرس السابق الخاص بالحصول على أفضل في بي اس. كنا اتعلمنا إزاي نسجل في موقع فولتر للحصول على أفضل في بي اس بجودة ممتازة، وتعلمنا ازاي نضيف وسيلة دفع، وتعلمنا ازاي نختار السيرفر بتاعنا ونكريته. الحلقة دي ان شاء الله هنتعلم ازاي نظبط السيرفر بتاعنا ونستعرض يعني بعض المميزات اللي فيه. تمام، بداية اول ما بتفتح السيرفر بيفتح معاك بالشكل ده. تمام، احنا هننظر ايقونات سطح المكتب الاول، هنقول له كليك يمين ونختار بيرسوناليز. تمام، ونختار سيمز، ونختار ديسكتوب ايكون. تمام، وهنعلم على كل الخيارات دي. تمام، طيب في حاجة تانية، هتلاقي عندك الجهاز مش بيدعم الكتابة باللغة العربية، فضروري ان انت تضيف اللغة العربية. هتفتح كنترول بانل. تمام، وهتخلي الكاتيجوري دي هتخليها لارج ايكون، وهتيجي عند اللانجوج وتختار اخر خيار ده. تمام، اللي هو شينج ديت وتايم. تمام، وبعد كده هتختار ادمنستريتف اخر واحده دي، وهتنزل عند شينج سيستم لوكال. تمام، ومن هنا هتختار اللغه بتاعتك. انا بالنسبه لي هختار اللغه العربيه، في عربي بلاك كتير جدا، انا هختار عربي مصر، عربي ايجيبت، واقول له اوكي. هيطلب مني ريستارت، هعمل ريستارت، هيفصل السيرفر خالص. تمام، زي ما حضراتكم شايفين كده. وبعد كده هندخل على السيرفر من جديد زي ما اتعلمنا. هنختار اداه البحث من هنا. تمام، السيرش، ونكتب حرف الار اي، ونختار ريموت ديسكتوب كونكشن. تمام، وهنعمل كونكت كده. هطلب مني الباسورد، هديله الباسورد. تمام، زي ما اتعلمنا الحلقة اللي فاتت. اقول له يس كده. تمام، فتح معايا السيرفر ولا ايه، ضاف معايا اللغه العربيه. يعني لو جينا شفنا هنا كده خلاص الانجليش نزلت اهي. تمام، والعربي اضافت معايا. تمام، طيب الاعداد بتاع السيرفر، هنخش على اللوكال سيرفر. تمام، دي بتبقى ظاهر عندك تحت كده. تمام، دي الاعدادات الاساسيه بتاع السيرفر بتاعك، وهنقفل الايه الحمايه بتاع الانترنت اكسبلورر. تمام، من هنا كده هنخليه اوف عشان نقدر نستخدمه من غير مشاكل، او ممكن احنا نستخدم برنامج جوجل كروم، متصفح جوجل كروم على طول. تمام، نخش. واخيرا تقبلوا تحياتي، كان معكم احمد قطب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.